غفرانك اللهم ربي يا ملجأ الراجي المعذب، أملت شطر العفو أرجو والدمع من عيني ينصب، عاصم عصى والحال إني في لجة آتي وأذهب، والباب مفتوح ولكن قلبي بنار قد تقلب، أمارة بالسوء نفسي حتى غدت للشر ملعب، إبليس فيها قد تمادى مستانسا حتى تغلب، قد أسرفت يا ربي وما لي من عذر، ونفسي في ملامة، وجهي أسود هذه ذنوبي، ما حالي بها يوم القيامة، ما حالي بها يوم القيامة، هل مهدت بالأعمال قبري حتى ترتجي فيه السلامة، هل أفرغت للرحمن قلبي أم غادرته يرثي ظلامه، مهلا ما غروري في حياتي إلا ضحكة فيها علامة، عند الموت تبدو لي بكاء والشيطان يبدو في ابتسامة، والشيطان يبدو كيف أبقى، كم سأشقى، عشت رقا أنا يا مولاي من في هذه الدنيا انشغل، لم أفق إلا ووحش الموت في عمري أطال، أنا يا مولاي من في هذه الدنيا انشغل إلا ووحش الموت في عمري أطال، ينزع الروح التي تاهت غرورا في الأمال، قال صدقا جاء حقا نحن غرقا. المؤمن لا تغلبه نفسه، وإذا غلبته في الصغيرة لا تغلبه في الكبيرة، وإن كان في كل معصية إثم كبير. هذه الصغيرة الفقهية تعني شيئا عظيما من الجرأة ومن الهتك لحرمة من حرمات الله. المؤمن لا تغلبه نفسه، وإذا غلبته في الصغيرة لا تغلبه في الكبيرة، وإن كان في كل معصية إثم كبير. وجرأة
فاحشة من العبد المملوك على سيده المالك. وإذا غلبته نفسه مرة، أي المؤمن غلبها مرات، أما الانغماس في المعصية والأنس بارتكاب الفاحشة فهو أمر واضح المفارقة الواسعة للإيمان. وكاذب من ادعى أنه مؤمن وهو يقيم على المعصية ويديم ممارسة الفاحشة. والمؤمن الحق له من إيمانه وتقواه من الله سبحانه ما يربأ به عن الذوبان أمام شهوة الحلال فضلا عن الحرام. ضاع من يدي أغلى شبابي، صرت عاجزا عن كل ما بي. هذا سؤالي بعد ارتحالي، هذا سؤالي بعد ارتحالي. قد ضاع يا إلهي كل عمري، أين لا أرى درب الصواب. بعته إلى دار الخراب، دار الزوال، هذه قتالي، دار الزوال، هذه قتالي.